السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رسالة أخر شعر مذكرنا إمام ابن القيم رحمه الله تهز كتاب الوابل الصيب منز يثمن زيس وش تكون أنواع الذكر تبي ذكر مطلق سؤالك عزيم حديثك يس إمام أحمد رحمه الله شبني كتاب من زنان بي إمام ترمزي شأنا بني كتاب من بيتاف من جس موضع الشاهد وستمك وشيس مختصر فهم كيف فوائد تم الشرح وزهد إمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام تأوز بشوس إن شاء الله تعالى إمام ابن القيم رحمه الله يم ذكرهن فوائد شكرايات كتاب من تمز شوي ساز إن شاء الله تعالى باز كيف فوائد بيان كران وفي الذكر نحو من 100 فائدة كيف ساز ذكر شيء أحسن ساز شيء حتى فائد قريب فوائد شيء ذكر من موجود لغبك هذا شيء ذكر من حت فوائد مثال لبان يفمز إمام ابن القيم رحمه الله لغبك ترسطت فائدة شيء ذكر كران تبطو شيء أش كتاب من بيك جاي بياخ فائدة ذكر كران يمسد توتال ام فوائد ذكر هندي اس كتاب من ذكر شكرا امام ابن القيم رحمه الله تنش تسطت فائدة تطاف من جس اغنك فائدة شو امام ابن القيم رحمه الله بيان كران سوشيك انه يطرد الشيطان ويكمعه ويكسره يحس شو الشيطان دور كران يطرد بمعنى يدفع الشيطان دور كران ويقمعه بشي الشيطان مغلوب كران ويكسر بشي شيطانس بالكل سنان فطريت شيطانس كامر سنان بالكل فطريت شيطانس سنان كمزور كريت يشو غنيك أخفيد إمام ابن القيم رحمه الله ذكر كران يات كتاب نس تكيزك أسوش لغات كي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شبان كران كي يتياسا أخ شيطان يتياسا أخ إنسان يتياسا الشيطان جو أصلا ياسوش إنسان سينس بتاسان أما تقول إنسان غافل شو كسان إشو إنسانس شكار بناوان الشيطان إشو إنسان سينس من وسوس تراوان مغر تي إنسان ذكر شو كران إشو الشيطان شو أسان إشو بحث حتان يمسد إمام ابن القيم رحمه الله استدلال كران شو إشو الشيطانس الذكر دور كران تمسنا بالكل كمزور كريت دايم يسفيد شي ما ابن القيم رحمه الله بيان قرص شي كأنه يرضي الرحمن عز وجل يوسف ذكر شو إشو رحمن يعني الله سبحانه وتعالى راضي كلام الثالثة تريم أنه يزيل الهم والغم عن القلب كيف إنسان سندل نش هم تقام زائل كلام دور كلام يعني يوسف إنسان حموم مش أسان كنسر مش أسان غم مش أسان بريشين مش أسان مشكلات مش أسان شو شيء إذا إنسان سندل أسمنز إنسان سن ذكر كارون يسو ذكر شو دل نش يم چيز دور كران كيز كتيا إنسان ذكر كران شو إنسان سن دل شو اتمنان لبن الرابعة سورم أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط كي شو إكس إنسان سن دلس عنان إكس إنسان سن دلس سبب بنان يم چيزو كي شو إكس إنسان سن دلس مز عنان خوشي الفرح والسرور السرور الفرح شو لغبغ same meaning مز كي اكس انسان شو سندس دلس من جامس مسرة تيوان اخ خوشي اخ كيوان والبسط اخ اكس انسان سندس دل شو سو شن مطر نيوان يازك اشوشان كي يات دنيا سمن شو اكس انسان شو سات انسان شو سات ونان كي مشو دل زن تان غومت مشو زن زل بالكل بند غومت تان غومت تيو سي اخ انسان ذكر كران شو امس انسان سندس دل شو مطران سوشي كولان تاشو شرح صدر قسان الخامسة أنه يقوي القلب والبدن كي إشو إكس إنسان سندس دلس تبي إكس إنسان سندس جسمس قوي بناوان إكس إنسان سندس دلس تبي إكس إنسان سندس جسمس قوي بناوان تكيز كي يس مومن شو آسان مومن سندس قوة شو آسان سو شو آسان كاتمز يس مومن شو آسان مومن سندس قوة شو آسان القوة يا قوة قوة اسمه من سن قوة شاسان يكاس من شاسان يشاسان
دِلس منٛز یہِ چھُ آسان دِلس منٛز، تہٕ یُتھُے أکِس اِنسان سُنٛد دِل قوی چھُ گژھان ذِکر سۭتۍ، تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ أکِس اِنسان سُنٛد جِسم تہِ پوٚتُس پانے قوی سَپدان. السادسة شیٚیِم چھُ یہِ کہِ اَنَّهُ یُنَوِّرُ الوَجْهَ وَالْقَلْبَ، کہِ یہِ چھُ أکِس اِنسان سُنٛد دِل تہٕ بیٚیہِ أکِس اِنسان سُنٛد بُتھ مُنَوَر کَران. یہِ چھُ أکِس اِنسان سُنٛد یُس بُتھ چھُ تَتھ چھُ یہِ مُنَوَر کَران، تَتھ پٮ۪ٹھ أکِس اِنسان سٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ نوٗر تھاوان، بیٚیہِ أکِس اِنسان سُنٛد دِل تہِ مُنَوَر کَران، أکِس اِنسان سُنٛد بصیٖرت مُنَوَر کَران. یُتھُے اَکھ اِنسان کثر سان چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکر کَران، أکِس اِنسان سُنٛد یُس دِل چھُ آسان سُہ چھُ مُنَوَر گژھان، سُہ چھُ بِلکُل یِتھ کٔنۍ راتھ اَسہِ وٕچھ سفید شیٖشِک پٲٹھۍ بَنان، تَمہِ ہٕنٛز یۄس بصیٖرت اللہ تعالیٰ ہَن أکِس اِنسانَس تھٲومٕژ چھِ آسان سُہ چھُ مُنَوَر گژھان، سُہ چھُ روشَن گژھان. السابعة أنه يجلب الرزق، سٔتِم فٲیدٕ چھُ اِمام ابن القیم رحمہ اللہ یہِ بیان کَران کہِ یہِ چھُ أکِس اِنسانَس رِزقُک سبب تہِ بَنان، یہِ چھُ أکِس اِنسانَس رِزق حٲصِل دِوان کٔرِتھ. یعنی یوٗت اَکھ اِنسان مشغوٗر روزِ یَتھ دُنیاہَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عبادتہٕ سۭتۍ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذِکرِ سۭتۍ، تَمہِ مقصد سۭتۍ ییٚمہِ خٲطرٕ یہِ بنٛد چھُ پٲدٕ آمُت کَرنہٕ، یِتھ کٔنۍ اللہ سُبحانہ وَ تعالیٰ چھُ سورتُ زاریاتَس منٛز بیان کَران، ما اُریٖدُ مِنْہُم مِن رِزقٕو، کہِ بہٕ ہَسا چھُس نہٕ، وَ اُریٖدُ اَن یُت اِمُن، کہِ بہٕ ہَسا چھُس نہٕ تِمَن نِش، یِمَن بَندَن نِش نہ رِزقٕے یَژھان، جِن تہٕ اِنسَن نِش نہ رِزقٕے یَژھان، نہ چھُ مےٚ یَژھان کہِ تِم کیٛاہ کھیٛاناوَن مےٚ، کیٛازِکہِ اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس مےٚ نِیاز تَمام کھٮ۪نہٕ وغیرہ نِش. اِنَّ اللہ ہُو الرَزَّاقُ، تہٕ اللہ تعالیٰ چھُ الرَزَّاق، اللہ تعالیٰ چھُ رِزق عطا کَران. زَن تہِ چھُ اَتھ آیتہِ منٛز یہِ اِشارٕ کہِ یُتھُے اَکھ اِنسان، کیٛازِکہِ اَتھ آیتہِ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ برونٛٹھ بیان کَران وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون، تہٕ یُتھُے اَکھ اِنسان تَتھ مقصدَس سۭتۍ پَنُن پان مشغوٗل چھُ تھاوان، اللہ تعالیٰ چھُ سُہ وعدٕ پوٗرٕ کَران، اِنَّ اللہ ہُو الرَزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہِ اللہ تعالیٰ چھُ شدیٖد، اللہ تعالیٰ چھُ قوی، مَتانَت وول، قوت وول، تہٕ رِزق عطا کَرَن وول. تہٕ یُتھُے اَکھ اِنسان سُہ مقصد، یُس مقصد سورتُ الزاریاتَس منٛز اللہ تعالیٰ چھُ بیان کَران وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون، یَتھ منٛز یہِ چیٖز چھُ شامِل عبادتَس منٛز، سُہ چھُ ذِکِر، یہِ چھُ پوٚتُس أکِس اِنسانَس رِزقُک سبب تہِ بَنان. الثامنة أوتم شيء أنه يكسو الذاكرة المحابة والحلاوة والنظرة، كي يشو إكس يسي ذكر كارمول شو آسان يشو تمس حيبة تقلب أصلا يشو تمس حلاوة كأن تمس تمس بتش إيمان جس حلاوة شو آسان تمس ندس بوتس بتش سزاهر كسان تمس ندس بوت شو سو شو تربتاز سبدان يتحق إنسان ذكر شو كران إسلي تمس ندس بوت شو آسان تٔمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ چھُ سۄ تَروَدٕ تازگی ہُنٛد حلاوتُک حیبتُک لِباس یِوان لاگنہٕ. التاسعہ دوٚیِم اَنَّهُ یوٗرِثُہُ الْمَحَبَّہ، کہِ یہِ چھُ أکِس اِنسانَس وارِث بَناوان محبتُک، یعنی یہِ چھُ أکِس اِنسانَس سبب بَنان کہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ أکِس اِنسانَس اللہ تعالیٰ سۭتۍ محبت سَپدان، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس محبتَس منٛز ہُرٮ۪ر گژھان. اَلَّتِی ہِیَ رُوحُ الْاِسلام، یُس محبت اِسلامُک روح چھُ، یہِ چھُ اِسلامُک روح یَتھ پٮ۪ٹھ أکِس اِنسان سٕنٛدِ دیٖنُک دارمدار چھُ. قُلْ اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی يُحْبِبْكُمُ اللّٰه، یا یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ بیان کَران وَالَّذِینَ آمَنُوا، یِم عموٗمِن چھِ آسان تِم چھِ آسان اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰه، تِم چھِ زیادٕ شدیٖد آسان محبت کہِ اعتبارٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ، یعنی تِمَن چھِ آسان سٮ۪ٹھاہ شدیٖد محبت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ. تہٕ اِسلیے یُس یِم ذِکِر چھُ یہِ چھُ أکِس اِنسانَس تَمی محبتُک وارِث بَناوان، أکِس اِنسان سٕنٛدِس دِلَس منٛز چھُ سُہ محبت وٲتۍ سَپدان، یُس محبت اِسلامُک روح چھُ، وَ قُطبُ رَحَت دیٖن، بیٚیہِ یُس دیٖنُک یَتھ أسۍ وَنان چھِ پایوٹ چھُ، یعنی یَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان سٕنٛدِ دیٖنُک دارمدار چھُ، یُس مثلاً یُس چٔکی چھُ آسان تَتھ منٛز یُس منٛزَس چھُ آسان سُہ پایوٹ یَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ سُہ پوٚتُس چٔکی نَژان چھُ، یِتھَے پٲٹھۍ یُس دیٖن چھُ أکِس اِنسان سُنٛد آسان سُہ تہِ چھُ آسان أتھۍ محبتَس أنٛدۍ أنٛدۍ نَژان، یعنی دیٖنُک یُس دارمدار چھُ آسان سُہ چھُ آسان أتھۍ محبتَس پٮ۪ٹھ. وَمَدارُ السَّعادَتِ وَالنَّجات، یُس محبت بیٚیہِ کیٛاہ چھُ، أکِس اِنسان سٕنٛز سعادت مٔنٛدی ہُنٛد تہٕ بیٚیہِ نجاتُک یَتھ پٮ۪ٹھ مَدار آسان چھُ، یَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ أکِس اِنسان سٕنٛز سعادت مٔنٛدی تہٕ نجاتُک دارمدار چھُ آسان، یَتھ أنٛدۍ أنٛدۍ أکِس اِنسان سٕنٛز سعادت مٔنٛدی تہٕ نجات نَژان چھِ. وَقَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، دَپان اِبنُ الْقَیِّم رَحِمَ اللّٰه کہِ اللہ تعالیٰ ہَن چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس سَبَب تھوٚمُت، اللہ تعالیٰ ہَن چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس سَبَب تھوٚمُت،
وجعل سبب المحبة دوام الذكر. الله تعالى شو محبته سبب كاتهم دوام سان كسرت سان الله تعالى سان ذكر كرم. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل سيص بند يسان شو كي مجلس الله تعالى سان محبة حاصل قسم فليلحج بذكره. تمس بزي كسرت سان تمس بزي بنن زيو تارت هون الله تعالى سان ذكر ست تمس جس زبان شو سوغي ساسن لحج يعني سوغي ساسن continuously ثابت الله تعالى سن ذكر بيت. فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم أن بدأ من القيم مثال تسمعنا كيف كان يصدر الشيء يعني مذاكرة يعني تكرار كرن دروسا هن سواس شو علم دروازة فالذكر باب المحبة. إذا تبدأ الذكر شو يحس شو كم دروازة محبتك دروازة وشارئها العادم بيش الله تعالى سن محبتك صار خد بود صار خد بود وقت وصراطها الأقوم بيصار خد سيزترين وات العاشرة أوتي أدهم في بيان كران إمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان. بيان كران كي شيك إنسانس وارز بناوان مراقبه شيك إنسان سبب بنان كي أمس شيك إنسانس دلسمز مراقبه بود سبب مراقبه شو أخ إنسان شو مراقبه كيس منزلة تسبر فائز قسان يسسراتون كمراقبة كاتونا دوام علم الأب أن الله مطلع على ظاهره وباطنه كي أكس إنسان أصلا زيهن استهزار أصلا لغاتار كي الله تعالى شو من إزبات نس من الظاهر أصلا بها خبر الله تعالى شو من إش فانتي شي شبيت يعني قدس نتي إش نيران كي أكس إنسان أشبس الله تعالى إش حيا قسان كي الله تعالى كي وش متاتين يتنمي الله تعالى قسيا وشون كي يعني نافر مني كران يمسي تبودس أخ إنسان إحسان كيس دروازة من داخل شو قسان يا داخل شيوان كارن حتى يدخله يعني اكس سانس اكس مؤمنس احسان كس دروازه من داخل كران شو سكي شو احسان فيعبد الله فيعبد الله كانه يرى ان بشو اخ انسان الله تعالى محب الله تعالى عباده دي سبير كران كي زنت شو اخ بند بني بس وشان يعني مشاهده احكس مقام اسبت ولا سبيل للغافل عن الذكر الى مقام الاحسان بيان كران سو شخص يس الله تعالى ذكر غافل اسي تمشي نقاهتي وقت أت إحسان كيس مقام سون كي يعني سو هيك نأت مقام سويت كين كما لا سبيل للقائد إلى الوصول إلى البيت شو تسيش كتا كي أخش خوج بهير سو هيك نويت بهير بانون غار بانين استكان سويت كين يتان سو بود بايت قدم توري إذا بيتان أخ إنسان ذكر كاري سو هيك إحسان كيس مقام سويت كين بوش هيك إنسان اس مراقبة تي إحسان ديوان كم ويت الحادية عشرة كهم أنه يورثه الإنابة يشو أك إنسان اس وارز بنامان كم إنابته يعني شو أك إنسان اس سبب بنا كي اخ انسان شو بدوس بار بار رجوع كرا الى بكا شونا انا بشونا توبه كرن الله تعالى سن رجوع كرن وهي الرجوع الى الله عز وجل صح سوى الله تعالى سن رجوع كرن فمتى اكثر الرجوع الى بيان كرا كي يتي اخ يمسى اخ انسان كسر سن الله تعالى سن رجوع كرن شو كيف بد بذكر الله تعالى سن ذكر كرن سيد اورثه ذلك شيء انسان وارث بنا شيء انسان سبب بنا رجوعه بقلبه اليه يشو لوتان بن دل سيد الله تعالى اسكن في كل أحواله تمام حالات النزول. يوتي اخ انسان كسر سان الله تعالى ذكر كران شو ايش امي سبب بنان كي شو بتس بني دل سيت رجوع كران تمام حالات النز
فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجاه. أما شو الله تعالى روزاك إنسان سن كتر سو ذات يمسكون الله تعالى لوتان شو خوف ويز يمسكون الله تعالى يمسكون أي بند لوتان شو خوف ويز يمسكون الله أخ بند لوتان شو يمسكون الله تعالى يمسكون أي بند يعني الله تعالى سكون رجوع شو كران تمسكون بناء شو رتان وكيبلة قلبه. أما شو الله تعالى أمس ديلوك كيبل بنان ومحربه بيش الله تعالى زاد آسان يمسكون الله تعالى يمسكون يبند سلام شو عند النوازل يمسات أمس بيت كان مصيبة والبلايا كه مصيبة كه بريشيني كه كلامتي نازل شي كسان اشتم سات لوتان صرف كم يمسكون صرف بنس ورب سكون. الثانية عشرة بهم فايدة ذكرهن أنه يورثه القرب منه كي شو أكس إنسانس وارث بنوا ام جيزو كي يشيمس بندس الله تعالى نزديكر يشيمس سبب بناني ذكر كي يشيمس بندس الله تعالى نزديكر. فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه تيوت اخ بند بني ربسن ذكر كران شو تيوت شو امس قرب غسان حاصل بني سربس نيش. وعلى قدر غفلته يكون بعده منه تيوت امس غفله شي اسان الله تعالى سندي ذكر نيش تيوت شو امس دور اسان الله تعالى سنجي. الثالثة عشرة تروهم فايدة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة كي شو إكس بانسن كتر معرفة كيو دروازو مز أخ عظيم أخ دروازو خولان وكلما أكثر من الذكر أرى ازداد من المعرفة. يوت أخ إنسان كسر سان الله تعالى سن ذكر كران شو تيوش إمسنز معرفة بدان. الرابعة عشرة صدهم فائدة أنه يورثه الحيبة لربه عز وجل و إجلاله و إجلاله كي يشيك إنسانس وارث بناوان يشيك إنسانس سبب بنا أم جزوكي أم سنزدلس من شبوتس أك حيبة أخ تعظيم أخ خوف أخ خاص قسمك أخ خوف أخ يعني تعظيم شاسان حيبت شاسان بني سراب سن كتر شو امسن زدلس مز بود سردان ب الله تعالى سن تعظيم إجلال سو شو امسن دلس مز يوان لشدة استيلائه على قلبه تكازكي يا أتن هكيت مراد ستكي يشيم السبب انا حيبتك كم چیز حيبت پنس رب سن حيبت بيس رب سن اجلال شو الله تعالى سن يس بڑيش الله تعالى سن يس كبريش تم چ حيبت انسان سن دس دلس من تكاز كي شدت استيلائه على قلبه كاز كي تيا انسان كسر سن الله تعالى سن ذكر كران شو ي الله تعالى سن يس حيبه شو الله تعالى سن يس محبت شو الله تعالى شو امسنس دلس بت بوتس الله تعالى سن معرفت شيء مسند دلس بيت بس غالب سبدان وحضوره مع الله تعالى بيوت ياك انسان تم سبب شيء اصلا كي ياك انسان كاسر سن ذكر شكران ايش اصلا الله تعالى سيد حاضر حاضر الذهن مسند ذهن اسمه شو اصلا مستحضر شيء كي الله تعالى شو مسويت بخلاف الغافل ادبرك شو غافل شيء فان حجاب الحيبه ركيك في قلبه حيبتك حجاب شو اصلا سر كمزور شو اصلا رقيق تم سندس دلس منز سوش آسان تم سندس دلس منز بالكل پتل سوشن آسان مضبوط حيبت و حجاب انسان سندس دلس منز الله تعالى سن كهين. الخامسة عشرة بندهم أنه يورسه ذكر الله تعالى له كي شك يتحق ان بند بني سرب سن ذكر شكرا يشم السبب بانان كي الله تعالى شبوتس ام سن ذكر كرا ملاء الأعلى اسمز فرشتا مز كما قال تعالى فاذكروني أذكركم كي تكرو سمين ذكر بكرتوهن ذكر واشكروا لي ولا تكفرون تكرم من شكر تكرم يعني نعمة إكرار إنكار كيه ما يكره ولم لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا ما يكره كي أجر هذا الذكر ما زعاش يعني كهنت خاصلت كهنت فويد سوى يي كوني زن كي يتي أخ باند باني رب سن ذكر شكرا الله تعالى شو تم سن ناوهوان ملاء الأعلى اسمس فريشتن مز حيشت أسمبلي مز يا سوس كيفي ذكر هندي فزيلة شرف كذا. السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب
یہ چھُ أکِس اِنسانَس وارِث بَناوان دِل کہِ زِندگی ہُنٛد، یعنی یہِ چھُ أکِس اِنسانَس سَبب بَنان کہِ أکِس اِنسان سُنٛد دِل چھُ پوٚتُس زِندٕ سَپدان. وَسَمِعْتُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ یقول، بیان کران کہِ مےٚ ہسا بوٗز شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہنٛز روح پاک، تِم بیان کران الذکر للقلب مثل الماء للسمك، کہِ یُس ہسا ذِکِر چھُ آسان یہِ ہسا چھُ دِل سٕنٛدِ خٲطرٕ تِتھٕے پٲٹھۍ آسان یِتھ کٔنۍ یُس گاڈ چھِ آسان تٔمِس خٲطرٕ آب چھُ آسان ضوٚرَتھ، اگر تَمہِ آبہٕ منٛز سُہ نیرِ نٮ۪بر سُہ مَرِ، یِتھٕے پٲٹھۍ ذِکِر چھُ دِلٕچ زِندگی. فَکَیفَ یَکُونُ حَالُ السَمَکِ اِذَا فَارَقَ الْمَاءَ، بیان کران اِبن تیمیہ ہسا چھُ وَنان کہِ اگر ہسا گاڈ آبہٕ نِش جُدٲیی کَرِ تٔمۍ سٕنٛز حالت کِژھ آسہِ، یعنی سُہ مَرِ یِتھٕے پٲٹھۍ یُس مومِن چھُ آسان یُتھُے سُہ ذِکرِ نِش غافِل چھُ گژھان تٔمۍ سُنٛد دِل چھُ وَلعیاذُ بِاللہ مُردٕ سَپدان. السابعۃُ عشرہ صدیم اَنَّہُ قوتُ الْقَلْبِ وَالرُّوح، کہِ یہِ چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدِ دِلُک تہٕ روحُک غذا. فَإِذَا فَقَدَهُ، تہٕ یُتھُے یہِ غذا أمِس فاقِد چھُ سَپدان، أمِس چھُنہٕ یہِ حاصِل سَپدان کِہیٖنۍ نہٕ أمِس بَندَس، العبدُ صارَ بِمَنزِلَةِ الْجِسْمِ إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قُوَّتِهِ، تٔمِس بَند سٕنٛز مِثال چھِ بَنان تَمہِ جِسمٕکۍ پٲٹھۍ یَتھ جِسمَس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس رِزقَس درمیان، تٔمۍ سٕنٛدِس کھٮ۪نَس درمیان، غذہَس درمیان جُدٲیی یی کَرنہٕ، بیریَر یی تھاونہٕ. وَحَضَرْتُ شیخ الاسلام اِبن تیمیہ مَرَّتَن صَلَّى الْفَجْرَ، بیان کَران کہِ اَکہِ دۄہ ہسا گوس بہٕ حاضر شیخ الاسلام ابن تیمیہَس نِش اَکہِ وِز، تِمو پٔر فجر نٮ۪ماز، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى إِلَى قَرِيبٍ مِنْ اِنْتِصَافِ النَّهَارِ، اَمہِ پَتہٕ ہسا بیٖٹھۍ تِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکِر کَران کوٚتانۍ، نِصف نِہارَس نزدیٖک، یعنی نِصف النَہار اوس داخل گژھُن قریٖب، توٚتانۍ ہسا کوٚر لگاتار ٲسۍ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذِکِر کران. ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَيَّ، اَمہِ پَتہٕ ہسا وُچھُکھ مےٚ کُن، اَمَتُنُ وَقَالَ هَٰذِهِ غُدْوَتِي بِمَعْنَى هَٰذِهِ طَعَامُ غُدْوَتِي، کہِ یہِ ہسا چھُ میانہِ صُبحُک کھٮ۪ن، وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ، اَگر نہٕ ہسا بہٕ یہِ کھٮ۪ن کھٮ۪وان کِہیٖنۍ، یعنی ذِکِر یہِ ذِکِر کران کِہیٖنۍ، هَٰذَا الْغِذَاءَ، اگر نہٕ بہٕ یہِ ذِکرِ ہُنٛد کھٮ۪ن تناوُل کَرٕ ہا کِہیٖنۍ، لَسَقَطَتْ قُوَّتِي، میٲنۍ یۄس قُوَّت چھِ سۄ گژھِ ہا، سۄ پیٚیہِ ہا ؤسۍ، میٲنۍ یۄس قُوَّت چھِ سۄ گژھِ ہا ختم. اَوْ کَلامَن قریٖبَ مِن ہَذَا، بیان کران یِتھُے یا ووٚنُکھ یہِ چیٖز یا ووٚنُکھ یِتھُے ہیوٗ کَلام کہِ یُس ہسا مےٚ یہِ ذِکِر کٔر یہِ چھُ میون کھٮ۪ن. وَقال علی مَرَّتَن، بیان کران تِمو ہسا کوٚر مےٚ اَکہِ وِزِ بیان، لا اترکُ الذکر الا بنیتِ اجمام نفسی و اراحتها، کہِ بہٕ ہسا چھُس نہٕ کُنہِ ساتہٕ ذِکِر ترٛاوان مگر صرف ییٚمہِ نِیت کہِ یُس میون یہِ نفس چھُ سُہ گژھِ واپَس رِفریش، سُہ گژھِ واپَس گژھِ تَتھ آرام حٲصِل، تَمہِ نِش گژھِ تھکاوَٹ دوٗر، اَمہِ پَتہٕ ہٮ۪کہٕ بہٕ مٔزیٖد اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکِر کٔرِتھ، یعنی یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ رِچارٕج، یعنی نفسٕچ قوت سُہ واپَس رِچارٕج کَرٕنۍ، تَتھ آرام دیُن. تَمی نِیت ہسا چھُس بہٕ یہِ ذِکِر کُنہِ ساتہٕ ترٛاوان، لِأَسْتَعِدَّ بِتِلْكَ راحت، تاکہِ بہٕ کَرٕ اَمہِ سۭتۍ تیٲری، اَمہِ راحت سۭتۍ یہِ ذِکِر آخر بیٚکہِ ذِکِر خٲطرٕ. او کلامن حاضر مانا یا ہسا کوٚرُکھ مےٚ یِتھُے ہیوٗ بیان مانا بیان. الثامنۃ عشرۃ، بیان کران اردٔہِم فٲیدٕ، اَنَّہُ یوٗرِثُ جلاء القلبِ مِن صداہ، یہِ ہسا چھُ أکِس اِنسانَس سبب بنان اَمہِ چیٖزُک کہِ یہِ چھُ أکِس اِنسان سٕنٛز دِلَس صاف کران تَمہِ کہِ کھیہِ نِش، یِتھ کٔنۍ اَسہِ راتھ وٕچھ کہِ أکِس اِنسان سٕنٛز دِلَس چھِ کھے لگان، تہٕ تَمِچ سۄ کھے صاف کران، تَمیُک یُس جلا چھُ آسان سُہ کیاہ چھُ آسان، سُہ چھُ آسان ذِکِر. وَکُلُّ شَیْءٍ لَهُ صَدَا، بیان کران اِبْنُ الْقَیِّم رَحِمَہُ اللّٰہ کہِ ہر کُنہِ چیٖزَس چھِ آسان کھے کھسان، وَصَدَاءُ الْقَلْبِ الْغَفْلَةُ وَالْهَوَى، دِلٕچ یۄس کھے چھِ آسان سُہ کیاہ چھِ آسان، غفلت تہٕ بیٚیہِ خٲہِشات، وَجِلَاءُهَا الذِّكْرُ وَالتَّوْبَةُ وَالِاسْتِغْفَارُ، تہٕ دِلٕچ یۄس یہِ کھے چھِ آسان غفلتٕچ تہٕ خٲہِشاتَن ہِنٛز کھے، اَمِچ یۄس صفٲیی چھِ آسان سُہ کیاہ چھِ آسان، ذِکِر، توبہٕ تہٕ بیٚیہِ اِستِغفار، یعنی اللہ تعالیٰ ہَس مغفرت طلب کَرُن، یِتھ کٔنۍ اَسہِ راتھ تہِ وٕچھ. التاسعۃ عشرہ کُنوُہِم، اَنَّہُ یَحُطُّ الْخَطَایَا وَیُذْهِبُہَا، کہِ یہِ ہسا چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدۍ گۄناہ بۄن ژھٕنان دٲرِتھ، تِمن ختم کران، تِمن دوٗر کران، تِمن مِٹاوان، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْحَسَنَاتِ، تِکیازِ کہِ ذِکِر چھُ یہِ چھُ نیکیو منٛز اکھ عظیٖم، ساروی کھۄتہٕ عظیٖم تٔریٖن نیکیو منٛزٕ، وَالْحَسَنَات یُذْهِبْنَ السَّیِّئَات، تہٕ یِم نیکی چھِ آسان تِم چھِ گۄنہَن ژھٕنان مِٹٲیِتھ. العشرون وُہِم فٲیدٕ، اَنَّهُ یُزیٖلُ الْوَحشَتَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَبَیْنَ رَبِّهِ تَبَارَکَ وَتَعَالَى، کہِ یہِ چھُ
وحشت زائل كران دور كران اكس بندس درميان ربس درميان كي اكس بندس يعني اكس ربس در اكس بندس اكس ربس درميان شي اخ وحشت اسان قمت بد اكس بندس دي وانا حكي سببه فان الغافل بينه وبين الله عز وجل وحش بين قران يز غافل شو اسان تيمز درميان الله تعالى درميان شي اخ وحشت اخ دوري اخ لا تزول الا بالذكر سوشن زائل قصص سوشن مثلا ختم مغر شريف كم ست ذكر ست سوش قصان دور ذكر ست الحادية والعشرون أقوى فائدة أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله والتسبيح وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة بيان كران كيوس أخبان فنس ربسن ذكر شكران ذكر كذكر الله ترسون جلال الله تعالى سن تسبيح بيان كرين الله تعالى سن حمد بيان كرين يوسف سي ذكر اغبان كران شو يوسف ذكر اسان شو يشو ارشس اند اند اسان ام الشخص سن ام الصاحب سن شدت في زياده انا يعني اشبط انا الله تعالى شن يا دي انا زرت كي هنا مگر الله تعالى سن شي رحمت كي يوسف ذكر شو اسان شو ات الله تعالى سن ارشس اند اند اسان نزان امبات آسان أمس بند سن ناو هوان كم ساعة كم ساعة بند كن شدة تسمس كن مصيبة تسمس آسان إذن سابق النبي أكرم صلى الله عليه وسلم نش إن مما تذكرون من جلال الله عز وجل من التحليل والتكبير والتحميم والتحميد يتعاطفن حول العرش يوسف ساتي الله تعالى سن جلال الله تعالى سن كلمة يعني لا إله إلا الله تحليل شبران تكبير شبران حمد شبران ياس شاسن أرشس عند نتان لحن دوي كدوي النحل كده يم أذكار شيء آسان أشي آسان تسي آواز كن تور لهنز آواز شيء آسان يذكرنا بصاحبهن إم شيء آسان إم ذكر كرم ويلسون يا دهني كرناوان إم سنا آسان هوان أفلا يحب أحدكم أن يكون له ما يذكر به كهتو شنا پسند كران تهي مزغا شيء آسان كنسي تف كاش چيز يس إم اس بانسون ياد جانا يس إم اس بانسون ذكر كاري الله تعالى سنه أرشي اسمه إسلي زتو من فويد شو الثانية والعشرون أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة يوتي أخ بند الله تعالى برزناوان شو الله تعالى معرفة شو هسل كران الله تعالى عبادة شو كران يمساتي خشنودي منز آسان شو رخاء منز آسان شو سهولة منز آسان شو تمساتي الله تعالى ذكر كران عرفه في الشدة الله تعالى شو أمس وتس مصيبة تويز يوم سات يكون شدة مزاج سان شو الله تعالى تشو أمس وتس أمس باند استيام ساته برز نوان كم يوم نز باند شو يوس خوشي مز من ذكر كران من عبادة كران تأز برز نوان بي يعني ما أنا شو برز نوانش كي أز كرب أمس شدة مز أمس باندس مدد الثالثة والعشرون أنه منجات من عذاب الله تعالى زوين فريد الشيكي إيش الله تعالى سند عذاب نش نجاتك سببنا إسكين معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في مزبان كران ما عمل آدمي عمل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى كي شون أخ بند أخ إنسان تيس عمل كران يصير كد جال تيمس نجاتك سبب شبنان الله تعالى سند عذاب نش ذكره إيش كعب حين عمل عذاب مش نجاتك سبب بنانش الرابعة والعشرون صوبه فإذا أنه سبب نزول السكينة شو سبب سكينة يعني سكون اطمئنان ترانكولتي نازل غاس نسبت اكس بند سبت تمك شو سبب وغيشي يعني الرحمة شو سبب بنا كي اكس بند سبت رحمة نازل غاسان تمس والان وحفوف الملائكة بالذات بيوتي يذكر كار وول ذكر كران شو يش امس سبب انا كي مال فرشت شو امس عند غير كران امس نزدي غسا كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم اذكن اك صحيح حديث من النبي اكرم صلى الله عليه وسلم امس خبر شيء اسمه جس معروف حديث شو الخامسة والعشرون بيان كرام بنسين فايدة يا فريش ان شاء الله تعالى اختتام كرو كي يوسف ذكر شو أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة يعني يوتي أغبان مشغول شو روزان پاني زبان مشغول شو ثوان الله تعالى سن ذكر سيد
أمۍ سٕنٛز یۄس زبان چھِ سۄ چھِ تَمہِ کہِ سببہٕ غیبت تہٕ نمیٖمہ نِش تَمہِ نِش دوٗر روزان، تَمہِ نِش مجبوٗر روزان، یعنی تَمہِ نِش چھُ روزان سُہ مجبوٗر کَتھ سۭتۍ، ذِکرِ سۭتۍ. الغیبہ کیٛاہ چھُ وَنان، کَتھ چھُ وَنان، ذِکرُکا اخاق بِما یکرہ، ذِکرُکا اخاکا، یِتھ کٔنۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان، ذِکرُکا اخاکا بِما یکرہ، کہِ چون پنٕنِس بٲیِس متعلق تہِ ذِکِر کَرُن یہِ تٔمِس ناپسنٛد چھُ، تٔمۍ سٕنٛدِس غیبَس منٛز، تٔمۍ سٕنٛز نان پرٛیزنس منٛز، یہِ گٔے غٲبت. نمیٖما کَتھ چھُ وَنان، نمیٖما چھُ وَنان نقلُ الکلام علی جِہتِ الفساد، نقلُ الکلام لِ اِرادتِ الفساد، یعنی کلام اکھ أکۍ سُنٛد نقل کَرُن بیٚیہِ کِس نِش فساد تُلنہٕ خٲطرٕ. وَل کٔدٕ بیٚیہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ اِنسان مجبوٗر روزان کَمہِ نِش، اَپُز وَنان نِش، وَل فحشی، فحش کلام کرنہٕ نِش، وَل باطل، باطل کلام نِش، باطل چیٖز نِش. فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، بیان کران کہِ اکھ بنٛد چھُ ضروٗری چھُ کہِ اکھ بنٛد چھُ کران کلام، سُہ کرِ کلام. فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى، اگر نہٕ وۄنۍ اکھ بنٛد اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذِکرِ سۭتۍ کلام کرِ کِہینۍ، وذکر اوامرہ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم احکام چھِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم حُکُم چھِ، تِم ذِکر کرنہٕ سۭتۍ روزِ نہٕ مجبوٗر کِہینۍ، تکلم بهذه المحرمات، اَمہِ پتہٕ چھُ یہِ بنٛد یِمے حرام چیٖز ذِکر کران، غٲبت، نمیٖمت، اپُز، فحش، باطل وغیرہ، او ببعضها، یا یِمو منٛز بعض چیٖز. يا يعني يمو باز محرمات، فلا سبيل الى السلامه منها البته الا بذكر الله تعالى، ما ينكر امنش سلامتي حاصل كرم فاس شنو ممكن، مگر صرف كم سيت الله تعالى سن ذكر سيت، يعني اخ انسان تاي بان زمان مجبور الله تعالى سن ذكر نش ذكر سيت، يم سيت سو بدو سمو چیزو نش بچ. والمشاهده هو التجربه الشهيدار بذلك، ما ينكر يسسا مشاهده شيء يا اخ انسان وشان يا اخ انسان تجربه گسان چ تيم هسه شي امك گوا. فمن عود لسانه ذكر الله، بيان كان يوسف سبحان زباني عادت كري الله تعالى ذكرهم، سان الله لسانه، الله تعالى شو امس زبان محفوظ تاوان تحت حفاظة كران عن الباطل واللغو، باطل نشت بي فزول كلام نش. ومن يبس لسانه اللغو شو اسلوان سو كلام يحفظ كافر دي شو اسلوان كهين يا فزول كلام. ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى، بيان كران كي امس زبان شو سو اس خشك، سو اس خشك الله تعالى ذكر نش، انسان زبان عاش نتار الله تعالیٰ سٕنٛز ذِکرِ سۭتۍ کِہیٖنۍ، ترتب بكل باطل، أمِس اِنسان سٕنٛز زبان چھِ پَتھ تر گژھان باطل سۭتۍ، ولغوٍ فضوٗل کلام سۭتۍ، وفحشٍ فحش گنٛدٕ کلام سۭتۍ، ولا حول ولا قوت الا بالله، چھِنہٕ کانٛہہ قوت تہٕ چھُنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ مُنتقِل گژھُن اَکہِ حالتہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس حالتَس کُن، مگر صرف کٔمۍ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ. تہٕ یِم ٲسۍ آز کینٛہہ فوایِد یِم اَسہِ ذِکِر کٔرۍ، یِمو ٹوٹَل یِم 70 فوایِد موجوٗد چھُ یَتھ رِسالَس منٛز، تَتھ منٛز کٔرۍ أسۍ آز الحمدُاللہ 5 فوایِد ذِکِر. تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس منٛگو کہِ اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یِم فوایِد سَمجھنُک توفیٖق، یِم حاصِل کَرنُک توفیٖق پنٛنہِ ذِکرِ سۭتۍ. صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیرِ خلقی محمد وعلیٰ آلِہ وصحبِہ وسلم، السلام علیکُم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.